مين فيكم اللي كنت بتكلم معاها في التليفون؟ انا. مين؟ انت كبيره ولا ايه؟ انا كبيره. انا كبيره. منورين. منور حضرتك. فكره المشروع دي جت ازاي وبتعملوا ايه؟ يعني فكره المشروع بدات لما انا كنت حامل، فكنا عايزين نعمل حاجه مختلفه وشكلها حلو وتليق مع البيت، فجت فكره ليلو. اللي هي سراير الاطفال. بالظبط. العمليه. العمليه. الاقتصاديه. بالظبط كده. اللي فيها استثمار، لان انت ممكن تحولي بعد كده السرير لبنكات زي ما حضراتكم قاعدين. أيوة. قومي وري لهم. ده كان لا خليكي انت يا لينا. خليني انا. لومنا ورينا كده بيتفتح ازاي ده؟ ده اهو كده. ايه؟ يتحول الى بنكات وبعد كده ممكن يبقى ترابيزه. أيوة. يتخزن فيه. ويتخزن فيه. يعني الام مش بتسيب كراكيب في البيت والاب مش بيرمي فلوسه في الارض. الاب ده حاجه مهمه قوي برضه. طبعا. الاب هو اللي ممول الدنيا دي كلها، فبشكر الاب طبعا. بنشكره جدا. تعملوا مشروع حلو كده. طيب وحضرتك خريجه ايه؟ لكجري براند مانجمنت. ده اللي هو ايه بالظبط؟ اداره الماركات، او ازاي الماركه تبقى. انا عايز اعمل ماركه لو سمحت. هتساعديني فيها؟ طبعا ارجوك. على طول. انتوا منورين يا بنات اسكندريه. ميرسي. اهلا وسهلا. في الفقره بقى هنشوف حاجتكم بالتفاصيل ان شاء الله. اهلا بيكم. النهارده عندي يا سلام يا سلام يا سلام، حاجات كده تفتح نفس الناس. ما تخلفوش. مش الخلفة بس، ان احنا ممكن نجيب هدية حلوة لحد جاب بيبي جديد كده يعني، بس ما نخلفش كتير برضه. طيب النهاردة معانا اختين جايين لنا مخصوص من اسكندرية، عاملين منتج مختلف جدا. زمان يمكن لما الناس كانت بتكون في انتظار بيبي جديد جاي، كنا نقعد نوصي الناس اللي جايين من بره عايزين بيرسو، عايزين الكاريكات. البيرسو ده اللي هو زي الحاجات اللي شفتوها دلوقتي، الكاريكات، الحاجات اللي بتمشي بالعجل للبيبي والحاجات اللي زي كده. ما كانش في حاجات في مصر من دي، وممكن نلاقي حاجات في مصر بس جايه مستورده. بس الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي كلها صنعه في مصر، معموله باتقان، معموله بحب، وده واضح. وخلينا كده نتعرف بقى على النهارده على مره ثانيه كده، نرحب بضيوفي أستاذة لينا الإمام. أهلا وسهلا بك، منورة ومشرفة. وأستاذة لبنى الإمام. أهلا وسهلا يا لبنى، منورة ومشرفة. وهما مؤسسين مشروع ليلو لصناعة الأثاث. أبتدي من مين الكبيرة؟ أنا. أنت كبيرة؟ أنا. أنت دارسة إيه أصلا؟ أنا بزنس أدمنستريشن ماركتينج في يو سي. تسويق في الجامعة الأمريكية. أوكي. بالظبط. وما اشتغلتيش بقى في يعني كله شغل خاص؟ اشتغلتيش في اماكن؟ لا ما اشتغلتش في اماكن، يعني قعدنا فكرنا في كذا فكره، جربنا في كذا مشروع وكده، وفي الاخر كان هو ليلو. اوكي. وحضرتك دارسه ايه؟ لكجري براند مانجمنت في باريس. لا اشرح لنا بقى بالعربي اللي انت قلتيه ده معناه ايه؟ البادير البراندز الكبيرة. الماركات الكبيره الغاليه قوي. الغاليه بالظبط. يعني ايه بقى؟ يعني تديريها ازاي؟ يعني بيبقى ليكي مثلا تاثير في هيصمموا الملابس او الشنط او الاكسسوارز شكلها ايه، ولا المحلات بالفاترين بالستاف اللي هيتعين؟ اي حاجه. لا ماليش علاقه خالص ابدا بالتصميم، بس مثلا بشوف ازاي اقدر اخلي البراند توصل لناس اعلى، شريحه اكبر، اكبر من الناس. أوكي. عدد اكبر من الناس يعني. أوكي. وان ازاي هم يكون عندهم قصه حقيقيه بيحكوها وتوصل للناس، عشان الناس تبقى عارفه هم بيشتروا ايه، مش بس الشنطه او اللبس او الطقم ده او كذا. ممكن اطلب منك طلب، بما انت بقى بتشتغلي مع براندز وحاجات زي كده، قول لهم يبطلوا يحطوا اسامي البراندز على الهدوم. بطلوا يستخدمونا كيفط. صح والله حضرتك عندك حق فعلا. مش ممكن. اعلانات في كل حته. وبالذات بتوع الشنط، اللي هو تلاقي الشنطه عليها اللوجو في كل حته، تحس انها دي بطانه. دي بطانه يا جماعه، مش وبيدفعوا فيها الشيء الفلاني ازاي؟ مش عارف. طيب
لينا فكرتوا ان انتوا تعملوا حاجه مختلفه، ده مشروع مختلف بالنسبه لي، وحاجه ليها علاقه بالبيبيهات، مش هقول الاطفال. الفكره جت ازاي؟ عندك مثلا بيبي فقلتي مش لاقي حاجه هو ففكرته. البيبي بتاعي هو كان بدايه المشروع. أوكي. يعني انا حملت من سنتين وبندور عايزين نجيب حاجه للبيت. عندي انا اوضتي كلاسيك، ف كان نفسي اجيب حاجه مختلفه شكلها يليق مع الاوضه، ما يضايقنيش، يزود في اوضتي ما يقللش منها. فقعدنا فكرنا كتير، مامتي مهندسه ديكور اكتر حد ساعدنا في التصميم، وكان انا واختي كل فكرتنا ان عايزين برضو حاجه عمليه، مش حاجه شكلها حلو وجميل بس هتتخزن او مش هستخدمها او تترمى او كده تضايقني في بيتي. فكان التصميم جاء من هنا، مامتنا ساعدتنا فيه البدايه من عند الام في التصميم. وفكره ان هو ازاي يبقى عملي كان اكتر حاجه انا ولبنى. يعني اوكي، طب لبنى احكي لنا يعني ايه عملي. عملي يعني احنا دورنا اكتر حاجه تناسب بقى الجيل بعد مثلا ما اللي هو خلاص احنا عملنا السرير وخلاص وكده بدل تخزين، فايه بقى اللي يناسبنا اكتر. احنا بندور على الحاجات العمليه اكتر دلوقتي. فمثلا الترابيزه دي مثلا هي ممكن تبقى الاول سرير بيبي. طب تعالوا بقى نشرحها للناس. اوكي يلا بينا. جوهري هاتولي الترابيزه دي. اوكي، دي قاعده الترابيزه وانتوا حاطين عليها الرخامه دي. خلاص، وممكن بدل ما يتحط عليها الرخامه دي تبقى بانكيت، هتتحط كده. خليكوا قاعدين. اوكي اهي دي كده بقت بانكيت، بس هي الاساس لما انتوا هتشتروا القاعده اللي تحت دي هي هيكون عليها سرير زي السراير اللي معانا في صح كده؟ بالظبط كده. مظبوط؟ ايوه. اوكي؟ اوكي، هات لي بقى السراير الثانيه لو سمحت. هات لي ايوه، يعني السرير ده مثلا ده اهو خلاص، ده بتتشال منه. لا هوريكم ده اهو. السرير ده دي لو شلناها، هم حطوا بعد ما البيبي بقى كبر حطوا عليها الرخامه وبقت ترابيزه، او حطوا عليها الشلته فبقت بونكات تستخدم. حاجه رائعه. فيك مالك يا قوموا بقى انتوا الاثنين. ايوه. طيب في برضه حاجه ثانيه، تعالي اقفين هو تهلب. لا، ان السرير خلاص استخدمناه بقى والبيبي كبر مش هينفع ينام فيه، فبرضه مش هنخزنه، هنستخدمه ازاي؟ هم هنا عملوا له غطا اهو ده خلاص، وراحوا عاملين له الغطا ده كده علشان يبقى خزين، ممكن يتخزن فيه حاجات، وبرضه هتبقى بانكات تتحط في ليفنج روم في صالون حسب بقى الديكور الخاص بالبيت. الديكور بتاع البيت. صح. كل حد وهو بينقي الديزاين بتاع السرير من الاول بيخليه يليق مع اوضته او مع بيته في نفس في الالوان وفي الديزاين. حلو قوي، وحلو ان انتوا طبعا عاملين كل الحاجات ساده فهتليق. اتفضلي. مع كذا حد. فهتليق مع كل حاجه. هننزل بقى دي مره ثانيه كده للناس عشان يفهموا الفكره. طبعا دي افكار عمليه جدا 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 جدا. طيب انا اشتريت السرير على بعضه، ممكن البيبي كبر بعد كده، ممكن اطلب منكم الرخامه او ممكن اطلب منكم الغطا اللي طبعا هو زي انتوا قاعدين عليه. احنا عندنا كل اوردر بيطلع باسم اللي اشترى مننا بالظبط، الكلاينت كل حاجه بالتفاصيل علشان نبقى عارفين هو هيبقى عايز ايه بعد ممكن كده. ممكن سنتين ثلاثه ويطلب طبعا. بس في حاجات مش هينفع نعمل فيها ده، يعني زي اللي انا طبعا معجب بيه جدا اللي هو ده. أنيوة. ده هو يعني ده القعده بتاعته مش هينفع احولها الى ترابيزه او صح، بس أيوة بنحولها لكرسي بقى. يا قرارين. طيب يعني بص، ده طبعا يجنن وعاجبني موضوع الشراشيب. بص بقى هنا البيبي كبر خلاص، فحولوه الى كرسي اهو، يبقوا متثبتين. يبقوا متثبتين كويس قوي عشان يبقوا امنه للبيبي. يعني هنا ده بقى كرسي اهو، اتفصل له كرسي. طبعا هنا احنا هو كل ده بيتثبت بمسامير، بس انا قلت لهم مش ضروري تثبتوا. بصوا هنا في القاعده اهي، وطبعا ده ستانلس ستيل. هنا بيبقى فيه المسامير اللي بيتثبت فيها السرير او الكرسي او الحاجه اللي هم هيحتاجوها. وفي برضو واحد لفت نظري اللي هو بعجل، مش كده؟ طيب خلينا بس نرجع مره تانية للفكره. دايما الناس بتعمل افكار
ونلاقي ناس يعني افكار مش جديده. فانتوا عملتوا فكره هنقول عليها خارج الصندوق، اوت اوف ذا بوكس، صح كده؟ بالظبط. بقالكم كام سنه فيها المشروع؟ سنتين. بس احنا بقالنا كتير قوي طالعين بالمنتج. يعني احنا ظهرنا في اسكندريه في معرض كبير كده، وكان بقى دي اكتر حاجه بالنسبه لنا فيها تحدي، يعني اللي هو نشوف. ونجحتوا الحمد لله. يعني كان في مهندسين كبار موجودين، والحمد لله كان كل رد الفعل ان الفكره حلوه، صح. الجوده كويسه قوي، كل حاجه تمام، فده اللي شجعنا يعني صراحه. رجعنا لكم مره ثانيه مع استاذه لينا الامام واستاذه لبنى الامام، مؤسسين مشروع ليلو لصناعه الاثاث. واحنا بنقول صناعه الاثاث، شفنا قبل الفاصل حاجات كلها خاصه بالبيبيهات، بس ممكن بعد كده تبقى للبيت كله. طب في خط انتاج تاني ممكن تعملوه بقى اساس هو احنا بنبدا بقى. اصلا يعني هو ممكن بيبيهات وبعدين تبقى يعني عفش للبيت، وممكن تبقى عفش في البيت وبعدين بيبيهات. يعني مش هتعملوا كنبه مثلا كده او كده؟ يعني مش مشروع كنبه، احنا دلوقتي في الكولكشن بتاع الصيف. اوكي. ان ازاي نعمل نفس الفكره، حاجه تبقى عمليه، حاجه يبقى شكلها حلو ومختلف للساحل. صيفيه بس للساحل. ايوه، عشان الحاجات دي مش هينفع خالص مع الساحل. مش هتنفع للساحل خالص. طيب وانتوا بقى بتختاروا القماشه، احكي لي كده، القماشه دي هي كلها قطيفه مش كده؟ بتختاروها ازاي الالوان؟ وانا شايف انها كلها بتناسب الولاد والبنات وكله. احنا بنحاول نعمل الديزاين، التصميمات عامه تبقى بتناسب اي يعني ولد او بنت، مش لازم يبقى مثلا اللي هو كله بينك بس وازرق بس، عشان احنا مش يعني دي اكتر من ان هو البيبي هو اللي هيستمتع بيها، هي الام او كده، فممكن يعني حد اصلا يبقى اوضته مالهاش علاقه بالازرق مثلا. بصوا انا بقى اكتر حاجه عجباني في الليله اللي انتوا عاملينها دي، حاجات كتير عجباني، بس حاجه اللي عجباني انها مش مكتوب بقى الكلمات، عارفه اللي بتنربز بقى الملايكة والبيبيهات اللي متصوره عامله كده، واتس بيبي بوي اتس بيبي جيرل. هي فكره الموضوع ان السرير مش بيخاطب البيبي، هو بيخاطب الاهل بتوع البيبي. البيبي مش عارف هو نايم في اصفر ولا ازرق، يعني ممكن لما يبقى عنده 5-6 سنين يبقى نخليه يختار بقى يعمل سرير، يبقى يعمل سرير وبقى بس. هو الاشكال دي اول شيء جدا، وانا شايف انها عمليه كمان قوي بصراحه. بتصدروا؟ لا يعني احنا جالنا اوردرز من استراليا ومن جده، لسه بقى عايزين. طب استنوا بقى، طيب احنا نزلنا الفيسبوك والانستجرام كذا مره على الشاشه، خلونا بقى نقول للمصريين اللي عايشين في الخارج في اي مكان، اولا ممكن تعملوا اوردر ويجي لكم يعني اونلاين، وممكن الناس اللي عايشين بره وعندهم بيزنس او عندهم اعمال بره وعايزين يستوردوا من المنتجات دي، هم ممكن يعملوا كام بكميات في الحقيقه، فممكن تتواصلوا معاهم مره ثانيه على فيسبوك وانستجرام الموجودين على الشاشه. شايفين الصناعه المصريه والكواليتي، الجوده العاليه جدا مع سعر مناسب جدا برضو للشغل اللي هم عاملينه. عايز اقوم بس اوري الناس شويه حاجات كده في الديزاين. هو ده نحاس؟ لا ده ستينلس ستيل ببي في دي علشان ما يقشرش ابدا ولا لونه يتغير ولا اي حاجه يعني. طيب انا بس هنزل ده كده، انا عايز اوري بقى الناس تحت هنا، وكمان هم عاملين اللوجو بتاعهم بالنحاس هنا، ده واخد اللون الذهبي خلاص. بصوا نعرف بقى حاجه ده متلحم صح؟ هو ستينلس ستيل معمول كله ومحطوط بس بقى بنعرف بقى نظافه الشغل ازاي. الحاجات بقى المتلحمه، بصوا انا ماشي ايديا مفيش اي خربشه تسأل في ايديا، يعني لو جبت قماشه حرير ناعمه ومشيتها هنا مش هتتقطع ولا هتتنتش زي شغل الصيغه، عكس لما الحاجات بتبقى الفينشنج بتاعها مش حلو لو عملت كده ممكن اتعور، لكن بصوا الفينشنج في الحقيقه حتى الحته اللي بينزل فيها المسمار معموله باتقان انها لا تعور ولا تخربش ولا ولا ولا، فدي الحاجات اللي بنقول عليها بتعيش واحنا مطمنين انها معموله بكواليتي او بجوده عاليه. طيب انا بقى عندي طلبات هقولها، انا لازم ادبسكم، انا هتحكيوا كده وتمشوا اولا طبعا انا كمان معجب عشان انا عندي عقده في موضوع العقاده، واول مره اشوف العقاده الديجرادي دي اللي هو اللون المنغمس النازل الفاتح، بس اتفضلوا احنا عايزينكم، يعني حاجة مثلا عايز اشتري
السرير ده خلاص. فانا عايز اخده بال هنا في المرتبه بتاعته. المرتبه دي معموله الفابريك المتغطي بيه ده ووتر بروف ومتعالج ضد البكتيريا و100% قطن. 100% قطن ووتر بروف. وهنا في السوسته يتفك يتغسل بالزبط. واهم حاجه انه يبقى ووتر بروف. طب انا عايزكم بقى تعملوا حاجه ان يبقى فيه الملايه بالمخدات اوكي بالغطاء اللي ممكن نغطيه فوق اللي هي ناموسيه. الناموسيه بقى بشراشيب بقى ممكن تبقى ودي بالستراس بتاع كل حاجه هيبقى يليق بقى. كل لعب. حاجه هتليق عشان اجي اخد السيت بحاله. لا ده هتبقى تحفه. هنا برضو انا نسيت اوري الناس ان دي بالعجل ودي برضو العجل ده كمان بيتشال بيتشال ها علشان لما يتقلب حاجه تانية مش هنبقى محتاجين بقى العجل. اوكي وكلهم ممكن يتحط فيهم عجل؟ لا كله الا اللي بيتمرجع. يعني كله الا اللي بيتمرجع. اوكي فده برضو موضوع العجل ده بالنسبه لناس كتير هيبقى مريح. انا أوكي. كنت بقى هو هنا مش متثبت انا عارف لما قلنا التثبيت بقى سهل. الايه التثبيت هو يعني في اوردرز كتير بتجيلنا بيكونوا قلقانين قوي من التثبيت. طب هو حد مثلا هتبعته حد يثبت الكرسي او السرير او كده. هو عباره عن اربع مسامير. هي اكتر حاجه اخذت مننا وقت وشغل كان ان ازاي نعمل التكنيك يبقى سهل ويبقى اي حد يقدر يعمله في البيت بنفسه ويركبه. يعني انتوا ده بتبيعوه معاه اربع مسامير بيتركبوا من تحت هنا ويتربطوا. لا احنا دلوقتي بقى عندنا بصراحه ايه وانتوا كمان عشان دارسين الحاجه فعاملينها باتقان غير عادي بصراحه. انا فرحان بيكم جدا 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 وشرفتوني نورتوني. بس انا عايز اشوف كولكشن الصيف هتعمل ايه؟ هتنزل عند حضرتك اول مره لو سمحتوا بعد رمضان تقول لنا العجل ده اول مره والله كنا مركزين. لا بعد رمضان نستناكم ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني. ميرسي انتوا جايين مخصوص من اسكندريه. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا بيكم.